السلام عليكم متابعين عالم عزال لتعليم الكروشي والخياطة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو السابق كنا توقفنا هذا القياس، يلا كنا خدمنا هاد ثلاثة سطورة وفتحنا بدينا كنفتحوا في هاد الجوزة، وفي الوسط ديالها درنا اول غورميط. كيف كتشوفوا هنا راه كل جوزة كيكونوا عندنا فيها جوج ديال لي غورميط. هنا كتشوفوا راه كيمشي الوسط كامل كيمشي بالغورميط، وفي الجناب ديالو كيكونوا هاد الجوزات الصغار. ان شاء الله في هذا الفيديو غنواصلوا التتمه ديال هاد نصف طوق. كنا اخر حاجه حصلنا عليها هي هنا كانوا عندنا كيف كتشوفوا ثلاثه ديال الاعمده. دابا غادي نطلعوا بثلاثه السلسلات، واحد جوج ثلاثه، كنقلبوا الخدمه كنجيو لهاد اول دقه. حنا مازال كنزيدوا هاد اول دقه، غنديروا فيها العمود الثاني بعد ما اعتبرنا دوك ثلاثه السلسلات عمود. غنجيو هنا وغادي نديروا العمود الثالث، وهنا حداه غنديروا العمود الرابع، وغنجيو لهاد الفراغ اللي هنا غنزيدوا العمود الرابع والعمود الخامس. هنا ولاو عندنا جوج ديال الاعمده. كيف كتشوفوا دابا حنا كنا فتحنا الكوزه، دابا غنبداو نسدو فيها. من بعد كندير جوج سلسلات، كنقص الدقه الاولى لا والثانيه لا، في الثالثه هنا كندير العمود الاول حداه العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس، وهنايا في هذا الوسط غادي ندير ربعه ديال الاعمده، واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه. مني خدمت هاد ربعه ديال الاعمده كنجي لهنا لهاد اول دقه وغنخدم ثاني العمود الاول. هنا كنا خدمنا خمسة كيف كتشوفوا، عاد درنا أربعة الوسط، حتى هنا غادي نخدمو خمسة، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة. من بعد ما خدمنا خمسة الأعمدة هنا كيف كتشوفوا كيبقاو عندنا واحد جوج كنخليهم ما كنخدموهمش. غنديرو جوج سلسلات وغنجيو لهاد الفراغ اللي هنا وغادي نزيدو جوج الاعمده، ها جوج، وغنخدمو فوق من هادوك الثلاثه اللي عندنا. ثلاثه زائد هاد جوج هي خمسه، هي دابا ثلاثه ها اربعه ها خمسه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا ها هي هنا الكوزه، غنبداو نسدو فيها. دابا انا هنا ما غنبقاش نزيد في السطر الموالي، ما غنبقاش نزيد هنا في الجناب عمود وهنا عمود، يعني غنكتفي بهذا القياس حيت انا ما بغيتش نص الطوق يكون عريض. لا بغيتو نتوما يكون عريض اكثر من هكا، ممكن تزيدوا مازال سطر اولا جوج تزيدوا فيهم هنا في الجنب، تزيدوا عمود عمود. انا بغيت غير هذا القياس، هادشي علاش غنكتفي بهذا القياس، ما غاديش نزيد اكثر. من بعد غنطلع بثلاثه السلسلات، هما ثلاثه السلسلات، كنقلب الخدمه. ودابا حيت مابقيناش غنزيدو هاد اول دقه كنقزوها وكنجيو للدقه المواليه وكنديروا العمود الثاني. من بعد ما اعتبرنا دوك ثلاثه السلسلات عمود، وغنديروا العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس، وهنا في الجنب غادي نزيدو جوج الاعمده اخرين هي سبعه. كانوا عندنا خمسة ديال الأعمدة زدنا عليهم جوج في هاد الفراغ هي سبعة. دابا غادي ندير جوج سلسلات وغنقص الدقة الأولى لا والثانية لا، وفي الثالثة غنخدم العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث، وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا لتحت وغنخدم ربعة ديال الأعمدة. غنغلف دوك الربعة من اللي كانوا عندنا، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة. هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هي عندنا هاد الكورميط ودرنا فوق منها هاد الكورميط الاخرى. دابا غادي نجيو لهنا وغنخدمو العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث. كيف هنا في البدايه فاش كنا خدمنا ثلاثه ديال الاعمده، مني خدمنا هاد ثلاثه الاعمده غندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا
وغادي ندير جوج الاعمده، ها واحد ها جوج، وغنخدم فوق هاد الخمسه اللي عندي، غنخدم خمسه زائد هاد جوج هي سبعه. هما دابا عندنا جوج ها ثلاثه ها اربعه ها اربعه ها خمسه ها سته، جوج أربعة خمسة ستة ها سبعة، حيت هنا ما غنبقاوش نزيدو، كنخدمو كيف ما خدمنا هنا سبعة ديال الأعمدة، حتى هنا غنحصلو فقط على سبعة ديال الأعمدة. من بعد غادي نطلع بثلاثة السلسلات، كنقلب الخدمة، هاد أول دقة راه كنقصها، كنجي للدقة الموالية غنخدم العمود الثاني. من بعد ما اعتبرت دوك ثلاثه السلسلات عمود، هما دابا عندنا جوج ها ثلاثه ها اربعه ها خمسه ها سته ها سبعه، هما دابا عندنا سبعه ديال الاعمده. غادي نجيو لهاد الفراغ اللي هنا وغادي نزيدو جوج اخرين، هي تسعود. دابا حصلنا على تسعه ديال الاعمده. من بعد غادي نديرو جوج سلسلات وغنقزو الدقه الاولى لا والثانيه لا، وهنا في الثالثه غادي ندير عمود كيف كتشوفوا، ها هو عمود واحد فقط، وغندير ربعه السلسلات واحد جوج ثلاثه اربعه، وغنقز الدقه الاولى لا والثانيه لا والثالثه لا والرابعه لا، وفي الخامسه غندير عمود واحد اخر فقط. انتم كيف ما كتشوفوا في هذه المرحله كاينين ديرنا جوج سلسلات، هنا كاين عمود، اربعه ديال السلسلات عمود. غندير ثاني جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ وغنزيد جوج الاعمده، وغنخدم فوق من هذوك السبعه اللي كانوا عندنا سبعه الاعمده زائد هاد جوج هي تسعود. شوفوا جوج ها ثلاثه اربعه ها خمسه ها سته ها سبعة ها ثمانية ها تسعود. نتوما كيف ما كتشوفوا كيف هنا حصلنا على تسعة الأعمدة، حتى هنايا غنحصلوا في هاد الجهة على تسعة الأعمدة. نتوما كيف ما كتشوفوا ها هي الكوزة بانت، ها هي هنا فتحناها وعقبنا سديناها، هما هنا فيها جوج لي كورميط. دابا غادي هي في الوسط ديال هاد الخدمة كلها غادا تمشي بهاد الكورميط، ولكن في الجناب كيكون هاد الزيكزاك اللي كيشكل لينا كوزات صغار. من بعد غنطلع بثلاثة السلسلات وغنقلب الخدمة، وهاد أول دقة راني غنقزها، غنجي للدقة الموالية غندير العمود الثاني. من بعد ما اعتبر دوك ثلاثة السلسلات عمود، وغنجي لهاد ندير العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع. هنا فقط غنخدم في هاد المرحله سبعه ديال الاعمده، حقاش غنبدا دابا نحل كوزه وحده اخرى، ثاني غنعاود نشكل كوزه وحده اخرى نعاود نحلها. نتوما كيف ما كتشوفوا مني خدمنا هاد سبعه ديال الاعمده، غندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي هنا، غادي ندير جوج الاعمده حدا بعضياتهم، وغادي نزيد ثالث فوق من هاد العمود الواحد اللي عندنا. كنحصلوا هنا على ثلاثه ديال الاعمده. نتوما كيف ما كتشوفوا الخدمه راه غتبقى تعاود تكرر، راه هنا كنا حصلنا على ثلاثه الاعمده. من حصلنا على هاد ثلاثه الاعمده غنجيو لهنا لتحت في هاد الفراغ وغنخدموا ربعه ديال الاعمده، ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه. نتوما كيف ما كتشوفوا مني خدمنا هاد ربعه ديال الاعمده غنجيو لهاد العمود ونخدموا فوق منه عمود واحد اخر، وفي الجنب ديالو هنا لتحت في هاد الفراغ غنزيدو جوج الاعمده اخرين، هي ثلاثه كيف ما هنايا في هاد البديه تاني كندرنا ثلاثه الاعمده. مني خدمنا هادوك ثلاثه الاعمده غادي نديرو جوج سلسلات وغنقص الدقه الاولى لا والثانيه لا، وهنا في الثالثه غنخدم العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، هنا سته،
في هذه المرحله ثاني غنحصل فقط على 7 ديال الاعمده. كيف ما في هذه الجهه حصلنا على 7 الاعمده، حتى هنا غنحصلوا على 7 الاعمده. من بعد كنطلع بثلاثه السلسلات، كنقلب الخدمه كيف ديما. هاد اول دقه كنقصها، كنجي للدقه المواليه كندير العمود الثاني حداه العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. هنا غنخدمو فقط 5 ديال الاعمده. من بعد غادي ندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا وغندير جوج الاعمده، هما جوج، وغنزيد هنا 3 في الدقه المواليه، نزيد 4 وغنزيد العمود الخامس. هنا فقط كنخدم 5 ديال الاعمده، وكنجي لهنا لتحت هاد الفراغ وغنغلف دوك 4 الاعمده، غنخدم 4 الاعمده اخرين. ها واحد، ها جوج، ها 3، ها 4. هانتوما كيف ما كتشوفوا في الوسط راه قلت لكم غتبقى دائما كتمشي الكورميط، وفي الجناب اللي كيكونوا هاد الزيكزاك. مني غلفنا هاد 4 الاعمده خدمناهم هنا من التحت، غنجيو غنخدم هنا العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، وغادي نزيد في الجوج في الجنب، هي 5. انتم كيف ما كتشوفوا راه هنا كنا خدمنا 5 ديال الاعمده، حتى هنا غنخدموا 5 الاعمده. عاد باش الوسط كنا زدنا هاد الربعه اللي غلفنا بهم دوك الربعه اللي كانوا عندنا. من بعد كنديروا جوج سلسلات، كنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا، هنا في الثالثه غنخدم العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود الخامس. انتم كيف ما كتشوفوا كيف هنا حصلنا على 5 الاعمده، حتى هنا غنحصلوا على 5 الاعمده. هنا غادي نطلعوا بثلاثه السلسلات، غنقلب الخدمه. هاد اول دقه كنقصها، كنجي للدقه المواليه غندير العمود الثاني، وهنا غندير العمود الثالث. هنا فقط ثلاثه الاعمده، كيف هنا كانوا عندنا كيف كتشوفوا هنايا ثاني كانوا عندنا ثلاثه الاعمده، حتى هنا غيكونوا عندنا ثلاثه. غندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين في الجنب، وغادي نزيد جوج الاعمده، ها جوج، وغنخدم في الدقه المواليه ثلاثه، العمود الثالث، والعمود الرابع، والعمود الخامس، والعمود السادس، والعمود السابع. غنخدم 7 ديال الاعمده كيف كتشوفوا، فقط 7 ديال الاعمده. وغادي ندير 4 ديال السلسلات، ها واحد، ها جوج، ثلاثة، ها 4. وغنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا الثالثه لا الرابعه لا في الخامسه، غندير ثاني العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، والعمود السابع. هما 7 ديال الاعمده. غندير جوج سلسلات، غنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا في الثالثه، غنخدم العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث. نتوما كيف ما كتشوفوا بحال كيف ما في هاد الجهه حصلنا على ثلاثه الاعمده، حتى هنا غنحصلوا على ثلاثه الاعمده. نتوما كيف ما كتشوفوا دابا راه نفس الخدمه اللي خدمنا بها هاد الكوزه الاولى غنعاودو نكروها هنا الفوق. دابا انا حليت ثاني هاد الكوزه كيف كتشوفوا حليتها، راه كيكونوا فيها في الجناب هنا كيف كتشوفوا 4 الفراغات، 1 2 3 4. دائما غتبقاو تحصلوا على 4 الفراغات ملي تكونوا كتفتحوا في الكوزه، تحصلوا على 4، ها 1 2 3 4. وملي تبغوا تسدوها غتحصلوا ثاني على 4، 1 2 3 4. غتبقاو مستمرين بهذا الشكل كيف كتشوفوا. الكورميط راه كتكون هنا من الوسط، وهاد الزيكزاكات اللي كيكونوا في الجنب اللي كيشكلوا لنا كوزه، حتى كتحصلوا على الطول اللي بغيتو كيما كتشوفوا هنايا في هاد نصف طوق. نتوما كيف ما كتشوفوا الخدمه كلها كتمشي بنفس الشكل، يعني نفس هاد الخدمه اللي درت في هاد الكوزه غتعاودوا تطبقوها هنا، وتبقاو تطبقوها حتى كتحصلوا على الطول اللي بغيتو. هانتوما كيف ما كتشوفوا نفس الخدمه غادي تخدموا بها حتى تحصلوا على الطول اللي بغيتو،
من بعد عاد باش كنديروا الفتحه. انا هنايا حيت درت هذا قفطان درت فيها تقريبا هنا الفتحه 6 سنتيم، كاين اللي كيدير 4 على حساب هاد الدوره ديال العنق شحال فيها، واش صغيره ولا كبيره. اما لكنتو غادي ديروا هاد نص طوق جاتو ما كنتو غديروه في جلابه، راه الفتحه كتكون فيها 9 سنتيم. انا هنا ان شاء الله غنوقف الفيديو حد هنا، والفيديو الجاي ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديال الفتحه باش كيفاش غنولي لكم غنخدموا كل جزء بوحدو. وتشوفوا هنا هاد الجزء فقط غادي يكونوا فيه هاد المثلثات اولا هاد الزيكزاك، ونفس نفس الشيء في الجهه الاخرى اللي من هنا حتى هي فيها هاد الزيكزاك. في الاخير ما تنساوش ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك باش تشجعوني انني نواصل نعطي الجديد، وكنشكركم على التعليقات المحفزه والمشجعه اللي كتوصلني، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.